السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ان في موضوع الشحن في امازون في الاف بي ام، وان انت الاف بي ام ده اللي هو عبارة عن انك بتشحن منتجك اوردر باوردر. وفي قلنا الاف بي اي، الاف بي ده ان انت بتشحن منتجاتك كلها لامازون وهم اللي بيشحنوا للعميل. واتكلمنا في موضوع الشحن، واتكلمنا ازاي ان انت ما تخسرش في سعر المنتج بتاعك عشان ما تواجهش مشاكل بعد كده زي ما انا واجهت. وانا على فكرة خسرت خسارة شخصية في الموضوع ده، فخلي بالكم واتفرجوا على الحلقة اللي فاتت من فضلكم. طيب النهاردة احنا هنتكلم عن ازاي انت تقدر تضيف منتج جديد على امازون. اول حاجة، اول ما بتفتح الصفحة الرئيسية في حاجة اسمها اد برودكت، بتدوس عليها. طبعا انا قلت انا هتكلم عن الملابس دايما لان انا شغال في الملابس. طبعا ايا كانت بقى شو يعني ايه طبيعة المنتج دي، نفس الطريقة ما بتتغيرش. طيب بدوس على ايام ادنج برودكت نوت سولد اون امازون، يعني انا عايز ابيع منتج ما اتباعش على امازون، او انا ما بعتوش على امازون، مش ما بيتباعش على امازون. هاجي هنا على كلمة فاشون، هدوس عليها. سي دلوقتي ان انا عايز انزل حاجة للرجال، تمام؟ انا دلوقتي عايز انزل حاجة للرجال، فهدوس على من وهدوس على كلوزنج. عندي بقى كل حاجة، عندي جينز، عندي نايت وير اللي هو الملابس اللي بالليل، عندي البانتس اللي هو البناطيل، الشورتات، كل حاجة او كل حاجة انت متخيلها ممكن تنزلها على امازون خلال الملابس. طب سي دلوقتي ان انا مثلا هنزل نايت وير وعندي بيجامات، مثلا بيجاما ست، عندي بيجامات وعايز انزل بيجاما دلوقتي للرجال. هنا بيقول لك does the product have variations، يعني هي هو ليه مقاسات والوان وكذا خامة او ايا إن كان. انا دايما بعلم على الالوان والمقاسات ده دايما، يعني ما بعلمش على حاجة تانية من دول. ومثلا هسمي البيجاما بتاعتي بيجاما ست، او نخليها من بيجاما ست كوتون مثلا. سي مثلا ان هي سي يعني ايا كان الاسم بتاع البرودكت بتاعك، انا مش عايز برضو ايه الف لك قوي، بس سي مثلا ان هو انت هتكتب العنوان او التايتل بتاع البرودكت بتاعك، تمام؟ وهتخلص، وهنا هيقول لك this product doesn't have a brand name، لو شايفها ان ده هيخليه جينريك. لو انت بتبيع حاجة لعلامات تجارية خلي بالك، عشان ده بيبقى في مشكلة شوية انك لو بعت حاجة علامة تجارية، لان هنا في بوليسي للبراند نيم، فخلي بالك جدا عشان ما يعملكش مشكلة. انا ما واجهتش مشكلة قبل كده، لان انا بخلي بالي دايما في الموضوع ده، اي حاجة على علامة تجارية اوعى تعرضها، تواصل معهم الاول وافهم ايه المطلوب عشان تعرض حاجة عليها علامة تجارية، نايك، اديداس، الكلام ده كله، خلي بالك جدا من النقطة دي. فانا دلوقتي المنتج بتاعي ما فيهوش اي مشكله، معلوش علامه تجاريه، فهو جينيريك او هو ملوش علامه تجاريه، فادوس كونتينيو. هنا مثلا بيقول لك الانواع بتاعه الكلوجر تايب، في بول اون، في زيبر، زيبر هوب سوستال، بول اون اللي هو العادي، في هتلاقي انواع كتير. دايما انا بخلي اللي هو اللي بيبقى العادي بول اون، واللي بسوسته بيبقى زيبر، يعني التيشيرت اللي بيبقى ليه سوسته بيبقى زيبر، وبول اون ده لو هو ملهوش سوستة. طبعا في انواع تانية كتير، انت بقى سرش وافهم كل نوع هو عبارة عن ايه، وده بيبقى جميل جدا على فكرة لما بتكتب النوع صح. في النوع الخامة، في الستايل نيم، الجندر اللي انت منزل له منز مثلا، المكان اللي بيتصنع، اللي اتصنع فيه المنتج، هنسي ان هو ايجيبت. سي الفابريك تايب، ان احنا قلنا ان هو كوتون. هنا بيقول لك التنظيف بتاع المنتج ازاي او الكلام ده كله. المهم بتملى البيانات دي كلها، لو عندك اي مشكله بتعمل ترانزليت للحاجه اللي انت مش فاهمها، وهو بيجيب لك الحاجه دي. يعني دي دايما بعملها نوت ابليكابل بالنسبه للملابس، وهنا بعمل فاشل. ده كده بالمختصر ايه المفيد، بس احنا عشان ننجز، عشان طبعا انا لو فضلت اشرح كل حته في التعديلات دي هتاخد مني وقت كبير. هنا في الديسكريبشن هنا بتكتب التوضيح بتاع المنتج ان هو بيجاما ست مثلا. طبعا انت تقدر تطور اكتر مني، انا بديك البداية وانت تقدر تطور احسن مني، تمام؟ ان هي مثلا بيجاما ست كوتون، مثلا ممكن تكون 3 قطع مثلا،
الوان مثلا كذا وكذا وكذا، يعني تقدر توضح الوصف بتاع المنتج بتاعك هنا. لو انت في حاجة مميزة في المنتج بتاعك، يعني سي ان هو مميز كوتون 100%، سي ان هو مثلا ستريتش، سي ان هو واسع اوفر سايزد، تمام. انت بتكتب الوصف بتاعك بكل حاجة هنا بقى. دي يعني اللي احنا كنا لسه وصفنا، خلاص خلصناها. هنا بقى الفاريشنز، ودي اهم نقطة، دي اللي انا عايز اتكلم فيها عشان ما اطولش عليكم في الشرح. الفاريشنز اللي احنا عملناها في الاول، لو تفتكر لما قلنا له اه ده في عندنا فاريشنز الكالر والسايز، جالي هنا من جاب لي الكالر اهو والسايز. انا مثلا الالوان اللي عندي في المنتج الازرق وبعمل اد، وسي ان هو كمان بلاك وبعمل اد، وسي ان هو مثلا ريد مثلا، سي ان المقاسات لارج واكس لارج و2 اكس. يا جماعة كملوا الفيديو للآخر عشان في نقطة مهمة بالنسبة للصور، كمل الفيديو للآخر أفضل لك، تمام. هنا مثلا اللي احنا مستهدفين الميل، ان المنتج ده للميل، فلو انت عايز تخليها كلها ميل بتعلم على اول مربع وبتدوس على المربع اللي على الشمال وبتدوس ابلاي تشينجز، فبيعمل لك البتاع كلها. سي ان هنا ادلت، او ان هم ناس كلهم كبار، وهنا المقاس بتاعه هيبقى ريجولار او مظبوط. لو انت عايزه بلس هتخليه بلس سايز، عايز ريجولار هخليه ريجولار، تمام. هنا دي المقاسات بتاعتك، هتنزل تحت شوية، حلو الكلام، هتلاقي اللارج والاكس لارج اهو، هتلاقي اللارج وتحدد بقى هكذا اللارج بتاعك والكلام ده كله في كل مقاس. تيجي هنا خلي بالك، هنا هيبقى الاكس لارج اللي انت حددته، هنا مكتوب لارج، هنا الاكس لارج هتحدده اكس لارج، هنا الاتنين اكس هتحدد الحتة دي 2 اكس، تمام. هنا هنخليها ريجولار ونعمل ابلاي تشينجز. لو انت المنتج بتاعك في اي وصف تاني ان هو شورت او طول او اكسترا طول، برضو بتطبقه على المنتج بتاعك. الكالر ماب، ان انت بتيجي تبص هنا كده، ده مكتوب بلو، هتعمل بلو وتختار ده ان هو بلاك، اهو مكتوب لك على الشمال. انت مجرد انك بتنقل الصورة كل الوصف او الحاجة صح، بس مش اكتر ولا اقل، الموضوع ما فيهوش اي عبقرية يعني. طيب هنا بيقول لك ان المقاس بتاعك مكتوب بالارقام ولا مكتوب بالعمر، ولا مكتوب بس بالارقام ولا بالعمر ولا بالحروف. فانا دلوقتي انا كاتب مثلا لارج ده الفا، لو انا كاتبه بالعمر يعني بيلبس مثلا 20 سنه 30 سنه 40 سنه ايا كان، بكتبه بالايج. انما انا دلوقتي عامله باللارج يعني عامل لارج واكس لارج و2 اكس، فدي كده تبقى الفا، وبعمل له ابلاي تشينجز. هنا طبعا الابيرال سايز سيستم اللي هو المقاسات دي عباره عن ايه، اكيد ايجيبت هي هتطلع لك على طول يعني. هنا نفس الكلام، هتنقل الابيرال سايز فاليو للابيرال سايز تو رينج، هتبقى نفس الكلام يعني، دي هتخليها لارج زي دي، ودي هتخليها اكس لارج زي دي، وهكذا. هتيجي في الاخر هنا في حاجه اسمها نيو، اللي هي الكونديشن او حاله المنتج ان هو جديد، وهتيجي هنا تحط السعر بتاعك، سي ان انا عايز ابيعه ب 500 جنيه. هنا الكوانتيتي، ان انت عندك كام قطعه منه، يعني اللارج الازرق في كام قطعه منه، في 2 مثلا. هنا الاسود اللارج في كام قطعه، في مثلا عندي واحده، وهكذا. وتحطهم اكنه مخزن ليك، اكنك عملت مخزن لنفسك عشان لما تيجي تراجع منتجاتك تلاقي المخزن بتاعك. يعني دي حاجه تفيدك كمان لقدام، من ضمن الحاجات اللي انا واجهتني يعني وحلتها بسبب الموضوع ده، ان انا عملت لنفسي مخزن على امازون، عرفت المنتجات عندي كام قطعه من خلال امازون. لما بتباع عندي قطعه بره عن امازون، بدخل بعدلها وانقصها من امازون، فبالتالي خلاص بقت امازون دي كانها المرجع بتاعي الرئيسي او المخزن بتاعي، يعني استفدت منها بره عن اي حاجه، ملهاش دعوه بحاجه بره عن مبيع امازون. خلصت الكلام ده، هتدوس على ايميجز وتنزل الصوره بتاعتك. اهم حاجه في الصوره بتاعتك بقى، ودي اللعبه، خلي بالكوا، ان تكون الف في الف خلفيه بيضه، الف في الف خلفيه بيضه. تعال نبص ازاي يعني، سي مثلا، تعالوا مع بعض كده يا جماعه، سي مثلا ان انا عايز خلفية بيضاء، أفضل خلفية بيضاء أنا استخدمتها هجيبها لكم دلوقتي، ثانية واحدة بس عشان أنا بحاول أنظم شغلي شوية، اللي هي الخلفية دي، تمام. الخلفية دي هتلاقيها لو أنت كتبت هنا في السيرش وايت باك جراوند، أهي بص على ايميجز، عم أظن هي دي،
هي دي كانت افضل خلفيه بيضه انا استخدمتها. خلي بالك لازم تبقى الخلفيه بيضه 100%، لو انت بتستعمل فوتوشوب تبقى الخلفيه بيضه 100%، يعني ما فيهاش اي درجه بهتان او اصفر او الكلام ده. ده بالنسبه للخلفيه. طب احنا خلصنا الخلفيه وجينا عملنا خلفيه بيضه على الفوتوشوب وخدناها، تعالى تيجي نشرح ازاي برضو نعمله الحركه دي، هتفيدكم قوي في شغلكم. انا لو انت ما بتفهمش الفوتوشوب نزل الفوتوشوب، معلش انا بستعمل فوتوشوب بقى دي شويه بس انا بحب استعمله بصراحه. وانت دلوقتي نزلت الصوره، نزلت الصوره خلاص حلو، هريحك خالص انا من الموال ده، بدل ما كل شويه تخش تعمل لها داونلود وتقرف نفسك. هتقطع الحته دي، بص انا علمت على البتاع اللي على الشمال فوق ده، وهتحدد كده بمربع وتعمل كنترول سي او تعمل كوبي تمام، وتدوس نيو. هنا 1080 في 1185 تمام، ده المطلوب جدا. لو لقيتها ارقام غريبه في هنا حاجه اسمها بيكسلز، غير دي وخليها بيكسلز، ودي كمان، واعملها اكتر من 1000 يا اما 1000، ودوس اوكي واعمل بيست وانسح القديمه دي، ودي سيف، اعمل سيف اس وسيف على الديسك توب مثلا، ويبقى دي هي اللي هتستعملها في كل منتج انت بتعمله. طيب انا سي دلوقتي مثلا ان المنتج بتاعي للاسف معمول له خلفيه رخمه، فانا مثلا انا عندي ترنج عايز اعمل له مثلا خلفيه بيضه، عايز اجيب لكم اي حاجه تكون خلفيه بيضه مثلا زي ده كده، او انا اجيب لكم حاجه افضل. يعني كل دي حاجات انا منزلها على امازون الحمد لله. عموما بتاخد يعني الصوره اللي هي خلفيه رخمه ومزولاك وعايز تعملها بخلفيه بيضاء، وبتكتب هنا ريموف باك جراوند، حلو هيطلع لك الموقع ده. عايز على جوجل اهو، تكتب على جوجل كده ريموف باك جراوند، هيطلع لك اول موقع هو ده اسمه ريموف دوت بي جي. حلو الكلام، بترفع الصوره بتعمل لها ابلود هنا، بيعمل لك هو اللي بيشيل لك بيخليك المنتج بي ان جي، او بيستخرج لك المنتج من الخلفيه بتاعته. هتاخد المنتج اللي انت اللي عملته ده هتعمله داونلود وتحطه على الخلفيه البيضه بتاعتك، يبقى انت كده عملت الصوره يا باشا. هتخش التاني، هتقوم جاي ايه حاطط المنتج بتاعك هنا، تعمل ابلود وتحط المنتج بتاعك. وبعد ما تحط المنتج بتاعك بتحطه بالوانه، يعني انت مثلا عملت ازرق تحط الازرق والاسود والاصفر، لان دي هتبقى الواجهه الاساسيه بتاعت المنتج، وبتدوس سيف اند فينيش. يبقى انت كده نزلت المنتج بتاعك. انا حاولت انجز في الفيديو على قد ما اقدر عشان انت ما تتزولش يعني، بس دايما انا بفضل تبقى الخلفيه بيضه عشان توضح المنتج بتاعك جدا. طبعا من ضمن الشروط برضو، او من ضمن الاساسيات بلاش الشروط، عشان تقدر تجيب مبيعات كبيره لازم تخلي اكتر من صوره للمنتج بتاعك. خلي بالك بس من ملحوظه مهمه جدا، انت اول ما تنزل المنتج كده هو الموضوع ما خلصش. تعالى بقى بعد حوالي 24 ساعة تقريبا، بعد ما المنتج بتاعك ينزل، يعني المنتج ده انا لسه منزله النهارده، بص لحد دلوقتي هو اكتف بس لسه الايمجز ما اتحملتش صح، يعني ما اتحملتش للاخر، بص عاملة ازاي. بعد ما بتخلص بيجي لك المنتج بتاعك كده، بيظهر لك كفيريشن واحد، بتدوس على الاتجاه ده او السهم ده، بيطلع لك هنا مثلا انا عندي اللون المستردة، بص هو حاطط لي اللون الاسود. هتيجي تقوم دايس على كلمه اديت اللي على اليمين، خلي بالك قوي اوعى تنسى تعمل الخطوه الاخيره دي، تدوس على اديت اللي تحت مش الاساسيه، مالكش دعوه بالاساسي، الاساسي انت عملته خلاص. تعال ننزل اللي تحتيها، هتدوس على كلمه اديت وهتخش على كلمه ايمجز وهتحط اللون المستردة بتاعك بس لوحده، وتطلع تمسك التاني اللي هو الفيروزي وتدوس عليه اديت وتدوس ايمجز وتحط الفيروزي بتاعك، وهكذا في الالوان بتاعتك. مش شرط في كله على فكره، مش شرط في كل الفاريشنز، هو كده قرا خلاص ان المستردة في كل المستردة هتتغير. الفيروزي عملته هو كده كل الفيروزي هيتعمل، يعني ما تمسكش فيروزي فيروزي ومستردة مستردة تعمله، هو خلاص هو فهم. يعني انت هتعمل بس اول مستردة واول فيروزي واول وايت اللي هو الابيض ودارك ريد اللي هو النبيتي، هتعمل اول واحد بس يقابلك تقوم عامل له ايديت، هو هيقرا بعد كده الباقيين. انا كده يا جماعه شرحت لكم بالتفصيل، وانا بعتذر لو انا طولت عليكم، بس انا قلت لكم كل الخبايا اللي وانت بتضيف المنتج تخلي بالك منها. طبعا في خطوه كمان قبل ما انسى، بعتذر جدا بجد اللي ما اتفرجش على الفيديو ده للاخر هيندم جدا. هتدوس على كلمه ايديت الاساسيه، يعني الفيريشن الاساسي، هتدوس على كلمه ايديت،
هتلاقي حاجة مهمة جدا اسمها keywords، شايفين السيرش تيرمز وبلاتينيوم keywords، انا دايما بعملهم زي بعض. فانت دي keywords دي او السيرش تيرمز دي انت اللي بتكتبها، بتبدأ تخش على جوجل keywords او امازون keywords من على جوجل، ودي انت لازم بقى يكون دارس SEO شوية، بس مش لازم قوي في الاول، ممكن تخترع انت من نفسك. يعني هتكتب بس من اهم النقط ان انت ما تكررش الكلمة، يعني ما تكتبش الكلمة مرتين، هتكتب ترينج بناتي حريمي اطفالي اولادي رجالي تيشيرت بنطلون سويت بانس، وتبدأ تكتب الكلام من غير ما يتكرر، فاهمني؟ مش مشكلة ان هي تبقى متلخبطة على فكرة، هي الفكرة ان هي ما تتكررش الكلمة، وتبدأ تحول انجليزي بعد ما تخلص بالعربي وتحط الكلام بالانجليزي، تكتب تيشيرت بنطلون تراوزر بيجامة، وترجع انت افتكرت كلمة بيجامة تقوم جاي كاتب بيجامة بالعربي، فاهمني؟ بعد ما تخلص وتحس ان انت ملكت الكي ووردز او خلاص انت حطيت كل السيرش كي ووردز بتاعتك، خدها بقى كوبي كده يا معلم وحطها لي في البلاتينيوم. انا الحته دي بصراحه انا مش متاكد منها 100%، لان ساعات بتطلع لي البلاتينيوم كي ووردز وساعات ما بتطلعليش. انا مش عايز اضحك عليك واقول لك هي بتعمل ايه بصراحه، بس يعني خلي دي زي دي، يعني انا جربت كده والمنتجات بتاعتي شغاله بالطريقه دي مش وحشه، بس هو اكيد في سر للباتينيوم كيورز ممكن انت تقدر تدور عليها في جوجل وتستفاد اكتر مني. انا بحطك على بدايه الطريق وانت تقدر تطور كده. معلم انت نزلت المنتج بتاعك بصيغه كويسه بكل حاجه، ما تنساش تحط 4 صور. اه نسيت اقول لك، حط 4 صور للمنتج بتاعك، حط وش وظهر ومن الجنب ومن ورا ومش عارف ايه، خلي المنتج بتاعك يكون ليه 4 صور. يعني مثلا المستر ده انا حاطط له وش بس، على فكره ده غلط، بس انا ما عنديش صور تانية للاسف ليه، فهنا ممكن تحط الجنب بتاع المستر ده، وتيجي هنا تحط الظهر بتاع المستر ده، فيجي الزبون لما يجي يشتري من عندك هيبقى واضح له المنتج كله، فيبقى عندك مصداقيه اكتر ان هو يشتري. فده رايي الشخصي، انا ما بعملش كده، انا ما عنديش صور كافيه بصراحه ان انا اعمل كده. عادي انت تقدر تشتغل كده، تقدر تشتغل كده، بس اقول لك لو انت عايز تزود مبيعاتك. اتمنى اكون انا فدتكم بالفيديو، وان انا اتكلمت من قلبي بجد وقدرت ان اشرح لكم الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.